شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية نزالات المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة ضمن منافسات النسخة الخامسة لبطولة أوروبا المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهواة والتي ينظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة بالتعاون مع الاتحاد الإيطالي لفنون القتال المختلطة في العاصمة الإيطالية روما. وقد رافق سموه خلال حضوره لمتابعة المنافسات سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة نائب رئيس نادي الرفاع رئيس جهاز الكرة بالنادي وسمو الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن المنتخب الوطني قدم نفسه بشكل مميز في بداية مشواره في هذه النسخة من البطولة ما عكس جدية التحضيرات والتركيز على الظهور بصورة مشرفة. وقال سموه إن لاعبي المنتخب الوطني نجحوا في إحراز نتائج إيجابية الأمر الذي منح المنتخب التواجد وبقوة في الدور قبل النهائي بهذا الحدث متمنيا سموه في الوقت ذاته التوفيق والنجاح للاعبين في تقديم الأفضل في بقية النزالات. وقد حرص سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على مرافقة 10 لاعبين من المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة شاركوا بمنافسات هذه البطولة حيث تابع سموه جميع مواجهات اللاعبين من الموقع الخاص بالجهازين الفني والإداري خلف الحلبة. كما حرص سموه على مؤازرة اللاعبين ووجههم ورافقهم أثناء استراحة جولات النزالات. ونوه سموه بالدور البارز الذي يلعبه الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة في دعم هذه الرياضة من خلال تنظيم مختلف الأنشطة والفعاليات التي تصب في مصلحة تطوير وارتقاء هذه الرياضة بما يحقق لها الانتشار الأوسع في بلدان العالم والذي يعكس بصورة واضحة الخطوات الكبيرة التي يبذلها الاتحاد نحو انتقال هذه الرياضة إلى لعبة أولمبية في المستقبل القريب.